السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني أهلا بكم في مادة العلوم. سنبدأ اليوم الوحدة السادسة وهي بعنوان الأرض والشمس. دروس هذه الوحدة تتكلم عن الليل والنهار وكيف يحدث الليل والنهار ودوران الأرض حول الشمس وتغير الظل. الدرس الأول في هذه الوحدة سنتكلم فيه عن الليل والنهار. نشاهد كل يوم في الصباح الشمس وهي تشرق من ناحية الشرق ثم تتجه لمنتصف السماء عند وقت الظهيرة، ثم تتجه ناحية الغرب لتغرب وتغيب ويحل الليل. كيف يحدث هذا؟ هذه الجهات نسميها الجهات الأصلية الأربعة. هذه الجهات الأصلية وهي شمال، جنوب، شرق، غرب. تشرق الشمس من ناحية الشرق من هنا، ثم تتجه شمالا لتكون الشمس في منتصف السماء، ثم تغرب الشمس ناحية الغرب. فعند شروق الشمس يكون النهار، وعند الغروب يكون الليل. تعالوا بنا نعرف كيف يحدث الليل والنهار. الشمس يأتي منها الضوء، الشمس هي مصدر الضوء على سطح الأرض. يأتي الضوء من الشمس فيسقط على الأرض، فتكون الجهة المقابلة للشمس يكون فيها النهار، أما الجهة الأخرى هنا لا يكون عندها ضوء فيكون عندها الليل. يأتي الضوء من الشمس فيقع أو يسقط على الأرض، الجزء المقابل للشمس الذي يكون فيه النهار يكون في الضوء، أما الجزء البعيد عن الشمس يكون فيه الليل أي الظلام. بتدور الأرض أمام الشمس ثم يتبدل الوضع، فيكون الجزء البعيد من الأرض يدور يكون أمام الشمس فيكون نهار، والجزء الذي فيه النهار يدور ويكون بعيدا عن الشمس فيكون فيه الليل. إذن النهار هو الوقت الذي يعم فيه الضوء مثل هذا الشكل، أما الليل هو الوقت الذي يعم فيه الظلام. إذن السبب في حدوث الليل والنهار هو دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، فالجزء المقابل للشمس يكون فيه نهار، أما الجزء البعيد يكون فيه الليل. ماذا نفعل في الليل والنهار؟ هناك أنشطة نقوم بها في الليل وأنشطة نقوم بها في النهار. أثناء النهار نستيقظ من النوم ونذهب إلى المدرسة، نلعب في الحديقة، نتناول الإفطار والغداء. أما الأنشطة التي نقوم بها في الليل، نذاكر دروسنا، نتناول العشاء، نشاهد التلفاز، تحكي لي أمي قصة قبل النوم، ونذهب إلى النوم. في هذا النشاط في صفحة 44 في المذكرة، انظر إلى الصور ثم اكتب ما تدل عليه. هذه الصورة ماذا تدل؟ هل على النهار أم على الليل؟ أحسنتم، الليل. الصورة مظلمة والقمر
يبدو في السماء إذن في الليل. الصورة الثانية، أحسنتم، النهار. الشمس في السماء فيكون الوقت نهارا. أكمل العبارات التالية، يأتي نقط من الشمس إلى الأرض. ما الذي يأتي من الشمس؟ أحسنتم، الضوء. يأتي الضوء من الشمس إلى الأرض. تدور الأرض فتشهد جميع أجزاؤها وقتا في النهار ووقتا في الليل. عندما تدور الأرض يكون جزء من الأرض المقابل للشمس في النهار والجزء البعيد عن الشمس في الليل. نقط هو الوقت الذي يعم فيه الظلام. الوقت الذي يعم فيه الظلام هو الليل. أحسنتم، النهار هو الوقت الذي ينتشر فيه الضوء. إذن النهار هو الوقت الذي يعم فيه الضوء وتكون الأرض مقابلة للشمس. الجزء المقابل للشمس يكون فيه النهار، أما الجزء البعيد عن الشمس يكون فيه الليل. أتمنى لكم التوفيق ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.